المجتمع المدني تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم تضمنت تنحي هيئة المحكمة بالكامل عن استكمال نظر القضية، وقد بررت الهيئة ذلك باستشعارها الحرج مطالبة بإحالة القضية إلى دائرة أخرى. ومن جانبها كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر تمضيان نحو حل أزمة تمويل منظمات المجتمع المدني. وأضافت كلينتون أنه تم إجراء الكثير من المحادثات الشاقة وأن الطرفين يتجهان نحو الحل، لكن كلينتون رفضت الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بينما تتواصل المحادثات بين القاهرة وواشنطن.